نزوح مستمر. هؤلاء النازحين وصلوا من 14 محافظة إلى محافظة مأرب، ولا زال النزوح مستمر، سواء نزوح داخلي وأيضا نزوح من المحافظات التي مسيطر عليها من قبل الميليشيات الحوثية. لذلك هؤلاء النازحين يحتاجون إلى توفير الاحتياجات الأساسية، منها الإيواء، منها المأوى، منها الغذاء. نعم، وهنا أستاذ سيف، هنا السؤال: ما مدى تنسيق بينكم وأيضا مع المنظمات الدولية، ومدى الاستجابة؟ طبعا نحن كجهة تنسيقية ممثلة السلطة المحلية في المحافظة نقوم بالتواصل مع شركاء العمل الإنساني في توفير الاحتياجات للنازحين، لكن كما ذكرت حجم النزوح كبير جدا مقارنة بحجم التدخلات التي من قبل الشركاء، فتدخلات تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بحجم النزوح مقارنة بحجم الاحتياج. كل يوم تزداد حجم الاحتياجات أكثر وأكثر، والأسف الشديد بأن المنظمات الدولية الأغلبية إلى الآن لم يلتفتوا إلى حجم المعاناة وإلى حجم النزوح في محافظة مأرب. نعم، ما هي أبرز الصعوبات التي ترافق عمل الوحدة التنفيذية للنازحين، وما هو المطلوب برأيك؟ طبعا من أهم الصعوبات وأهم المعوقات هي أولا أن للأسف الشديد بأن إدارة العمل الإنساني كمراكز إنسانية التابعة للأمم المتحدة للأسف الشديد بأنها لا زالت المراكز الإنسانية في محافظة صنعاء التي مسيطر عليها من قبل الميليشيات الحوثية، ونحن طلبنا المنسق العام ونائب المنسق والأوتشا باعتماد مركز إنساني مستقل ماليا وإداريا يكون في محافظة مأرب، لكن للأسف الشديد بأن العمل الإنساني لا زال يدار من المناطق التي مسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ولذلك التدخلات او المعونات او المنح التي تاتي من قبل المانحين لا ياتي الى النازحين في محافظة مأرب الا جزء قليل منها.